السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نبداو في مقارنة ما بين نظام البشلر الجديد اللي غيتم الاعتماد تاعو وما بين نظام ال ام دي، النظام السابق اللي كانت تعتمد على نظام الاجازة. البكالوريوس هو ما يسمى بالباشلر، الاجازة هي لا ليسونس القديمة واللي كانت بدات في سنة 2003 في نظام اللي تسمى ال ام دي اللي هو ليسونس ماستر دكتور. قبل ما نبداو خصنا نعرفوا بانه واخا كنقولوا هذه المقارنه اللي عطيناها في العنوان ديال الباشلر مع ال ام تي، فالباشلر هو بداته مندرج في هذا النظام ديال ال ام تي. باش نفهموا اكثر، ال ام تي كان هو نظام اللي كيعتمد على ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاولى كتاخد فيها على ليسونس اللي كانت لمده ديال 3 سنين اذا ما كانش اي ضياع ديال ادي سنه، ثم الماستر باك بلس 5، ثم كتشد الدكتوراه ديالك ملي تتكمل لا تيز ديالك. الباشلر هو كذلك مندرج في هذا النظام ديال ال ام تي. علاش؟ حيت هذا النظام ديال ال ام تي تيقول بان المرحله الاولى اللي هي ديال لا ليسونس يمكن تكون في 3 سنين او يمكن تكون في 4 سنين، يعني ان الباشلر اللي غتكون المده ديالو 4 سنوات فتا هو مندرج في نظام ال ام تي. ولكن التسميه الجديده غادي نشوفوا في هذا لا فيديو شنو هما الامور اللي تزادوا. اول حاجه خصنا نعرفوا بان الباشلر جا باش يستجب لمجموعه المشاكل ومجموعه ديال الامور اللي كانت سلبيه بالنسبه للنظام القديم ديال لا ليسونس. اول حاجه هو انه هذا نظام الباشلر كيخلي لينا حريه اكبر. حريه اكبر فاش؟ في اننا نختاروا المواد اللي غادي نقراو، يعني كاين ماشي كلشي غيقرا نفس المواد، كاينين طلبه اللي غيقراو، كاين مواد اللي هي مشتركه ولكن كاين مواد اللي هي اختياريه، مثلا اللغات، مثلا لي سيرتيفيكا اللي بغينا، مثلا لي موديول اللي بغينا نختاروا مثلا في لوفيرتور. يعني كاينين بزاف ديال الامور، كاين واحد النسبة ديال حرية الطالب باش يختار اشنا هو اللي بغا. اكثر من ذلك يمكن يقرا في الصيف، يمكن يقرا واش عن بعد، واش بطريقة مباشرة. دونك تعطينا بزاف الاحتمالات. ثاني حاجة بلوس دوريونطاسيون، يعني الباشلر تيسمح للطالب بانه يمشي يختار الشعبة اللي كتعطيه اكبر امكانية باش ينجح فيها. يعني يمكن يبدا تيقرا في واحد النظام في الاول، وغنفهموا هادشي مزيان ملي غندوزو للديابوزيتيف الاخرين. يقدر يبدا مثلا في كمثال في الايكونومي ويكمل في الدروا، او يبدا في الشيمي ويكمل في الفيزيك. يعني عنده يشوف شنو هي الشعبه اللي عنده فرص اكبر انه ينجح فيها. وكذلك كاين واحد الجانب مهم اللي هو كان هو اكبر مشكل في النظام القديم وكان معروف بواحد النسبه كبيره، هو ان الطالب رغم انه يمكن يكون عنده اجازه فما كان يعمموش بطبيعه الحال، ولكن كانوا بزاف الطلبه اللي ما عندهمش مهارات حياتيه او مهارات مهنية أو مهارات حرفية. يعني الطالب عنده كفاءة كبيرة في الجانب التقني الهارد سكيلز، ولكن ما عندوش أي حاجة، أي مهارة كيفاش يقدر أنه يعبر على دوك المهارات اللي عنده أو يوصلهم للناس. دونك هذا هو من الأمور الأساسية وأهم الإضافات في الجانب ديال السوفت سكيلز. ثم كاين واحد المشكل بأنه فقط فرنسا والدول اللي تابعين لها بواحد النسبة كبيرة، أو الدول اللي كيعتمدوا النظام الفرنسي في التعليم، هما اللي باقي تيديروا تسميات لا ليسونس. بمعنى ديما الطالب فاش كان تيشد الإجازة وكيبغي يمشي يدفع لشي دول أخرى، سيرتو في أمريكا، كندا أو دول أخرى، دونك ديما كان تيلقى مشكل ديال أشنا هو هاد الشهادة اللي عندك سميتها أشنا هي هاد لا ليسونس. يعني العالم بواحد النسبة كبيرة بزاف الدول ولاو كيسميو الباشلر بلاص ما يسميو لا ليسونس. اذا هادو ثلاثه نقاط او اربعه نقاط يمكن نهضروا عليهم. حريه اكبر، توجيه اكثر، مهني اكثر، وحركه اكثر على المجال العالمي. اذا علاش لا ليسونس ما بداو تيتوجهوا؟ دونك انا حاولت ناخذ هذه المعلومات انطلاقا من الموقع الرسمي ديال الوزاره. ف اكثر من 47.2% من الطلبه كانوا كيخرجوا ماشي كملوش قرايتهم، تيخرجوا بلا ما يشدوا حتى شهاده من لافاك. يعني تخيل بان تقريبا نص 50% راه ما بقاش لها بزاف. 13.3 هما فقط اللي يقدروا يجيبوا لا ليسونس في 3 سنين. يعني ان النظام اللي تنقولوا راه زادونا عام، في الواقع ما تزادش عام، لانه غالبيه الناس يلاه تنقولوا تهضروا على 87% تقريبا كلها، يعني قرب من 90% كلها ما كتجيبش لا ليسونس في 3 سنين، يعني كيجيبوها في 4 سنين او اكثر. يعني لا موين اللي كاينه هو ان الطالب كيجيب لا ليسونس ما بين 4 سنين ونص و5 سنين. المشكل اللي هضرنا عليه في المدخل اللي هو قلنا بانه كاين مشكل ديال اللغات الاجنبيه وديال المهارات الحياتيه لي سوفت سكيلز او المهارات المهنيه او مهارات المواطنه. يعني الطالب ما كيعرفش بزاف الحوايج على، يعني ديك 3 سنين اللي ولا ديك 4 سنين ولا المده اللي دوزها في القرايه فقط يعرف القرايه، الحياة كان عنده مشكل كبير كيفاش يدخل سوق العمل
بشكل اكبر. وكيف شرحنا في البدايه بان البشلر هو بحد ذاته راه داخل في النظام ال ام دي. علاش؟ لان داك ال اللي قلنا ليه لا ليسونس القديمه راه كتسمح لك بانك يا اما تحصل على شهاده فيها 3 سنين او شهاده فيها 4 سنين. وحاجه اخرى باش ما نساوهاش، يعني دوك النظام الجديد شنو هما المشاكل اللي فيه، شنو هما المشاكل اللي غيتحيدوا. اول حاجه غادي نفهموها بانه غيبقاو بزاف الامتيازات ديال نظام لا ليسونس ويحافظ عليهم البشلر. جوج الحوايج، الحاجه الاولى هو انه يمكن لك انك تجيب البشلر في اقل من 4 سنين. هنشرحو كيفاش. لا كومبونساسيون، تعرفوا الناس اللي دازوا لافاك، يعني مثلا لافاك هي واحد النظام ديال تيكون عندك مثلا 7 لي موديول، وموديول يعني وحدات دراسيه، وكل وحده خصك تفوت فيها 10 باش انها تسمى فاليدي، باش انها كتنجح فيها. احيانا كتنجح في 5 ولا 6 الوحدات وتبقى لك واحد الوحده ما جبتيش فيها مثلا 10. دونك اش كيديروا؟ كيجمعوا المعدل. دونك داك المعدل الا كان فايت 10 بطبيعه الحال شريطه ان ديك الوحده ما تكونش نازل فيها على 5، يعني كيقول لك فوالا راه عندك ان كومبونساسيون، دونك انت نجحتي. نفس المساله هنايا، بانه طالب عنده الحق في لا كومبونساسيون حتى في النظام ديال الباشلر. كذلك عنده الحق مثلا دوزتي واحد الموديول وما نجحتيش فيه، فعندك الحق انك دير اعاده تسجيل في ذاك الموديول. اذا هنا مجموعه المعطيات اللي كانوا في النظام، حيت علاش قلنا هذه الامور قبل كانت 4 سنين، الناس بداو تيتخوفوا واش حيت قبل الا كنتي ما نجحتيش في شي موديول كتعاود سنه كامله. الوغ هنا لا، الباشلر تيقول لك لا، غادي الا ما نجحتيش في داك الموديول، داك الموديول اللي ما نجحتيش فيه هو اللي يمكن لك تعاود تسجل فيه، وكيحافظ على الموديول اللي انت نجحتي فيه. دابا غادي نفهموا نظام الباشلر مزيان بهاد الشيما اللي قدامنا، غيشرح لينا الباشلر مزيان وغادي نعرفوا اش اللي غادي نحاولوا اننا نقراو واش هما المعطيات اللي كاينين. الباشلر فيه 4 سنوات كي قلنا، وممكن انك تقراها في اقل. مبدئيا في كل سنه كتقرا 6 ديال يعني في كل سمستر 6، في كل سنه غتقرا 12 الموديول، عكس في الاول كنتي كتقرا في العام الاول 14 الموديول، وفي العام الثاني 12 الموديول، وفي العام الثالث 12 الموديول. اذا كان في المجموع ديك الساعه في ليسونس 14 زائد 12 اللي هي 26 زائد 12 اللي هي 38، كنتي كتقرا 38 موديول. شوفوا الباشلر اللي غتقراهم، هادوك 38 موديول اللي هضرنا عليهم، فمنهم 36 مرتبطين بلا ديسيبلين. باش نقصد بلا ديسيبلين، كنتي ديال ليكونومي راه 36 موديول مرتبطة بالليكونومي، وكانوا جوج ديال اللغة أو لا أوتخومون دي لا تيرمينولوجي، يعني المصطلحات اللي غتستعمل في التخصص ديالك. هنا الباشلر كي قلنا كاين فيه، دونك هضرنا على 36 في الليسونس، كانت 7 14 تتزيد عليها 12 تتزيد عليها 12، قلنا 38 كتحيد جوج ديال اللغة، دونك 36 في لا ديسيبلين وجوج كانوا في اللغة. هنا بالنسبة للنظام الجديد اللي هو الباشلر، عندك 12 في كل سنة، يعني العام الأول فيه 12 موديول كي تشوفوا في لاني فونداتريس السنة الأساسية، يعني بحال العام الاول يلاه كنستقبلوا داك الطالب وكنهيئوه انه يوجد، يعني سنه فقط فونداتريس بحال اساسيه بحال بنائيه. من بعد كندوزوه للجذع المشترك كيقرا فيها 12، من بعد تيتخصص كيقرا حتى هي 12 موديول، ومن بعد تيتعمق في التخصص ديالو وكيقرا 12 موديول اخرى. في المجموع كاينه 48 موديول، 48 موديول مقابل 38. شنو هو الفرق؟ قلنا في النظام الاول اللي هما عندهم علاقه بلا ديسيبلين كانوا 36 وجوج ديال اللغه. هنا غنلاحظوا بانه بالنسبه لي موديول في اللغه، دونك نشوفوا هذاك الفرق بين 48 و 36 فين تزاد. اول فرق كانوا جوج المواد اللغه تزادوا، هنا تلاحظوا اللي هما تيرمزوا لهم بالرمز ال، عندنا 1 2 4 6. اذا شحال تزادنا من موديول في اللغه؟ تزادوا لنا 4 لي موديول في اللغه، تقبلنا تقرا فقط الفرنسيه. هنا كنهضروا على ان عند الطالب الامكانيه يختار لونجلي، وانه يختار كذلك اسبانيا، اذا عنده اختيار بيناتهم بالاضافه للفرنسيه اللي هي اكيد غيقرا بها لان هي اللغه اللي غتكون تدرس بها مختلف لي ديسيبلين. اذا كنهضروا على تزادوا 4 ديال لي موديول اللغه، اذا هما هنايا دونك داك الفرق 48
38 احنا شفنا واحد 4 من اصل دوك العشرة اللي زايدين، بقاو لينا 6. هاد 6 الا جيتو شفتوهم نورمالمون دونك غنلقاو بانه تزادوا على الاقل 8 في سوفت سكيلز، وما هادو اللي غتلقاو في الجنب. شنو هما لي سوفت سكيلز؟ اهمين غيديروا ستادي سكيلز اللي هما كيفاش تقرا، كيفاش تهيئ الوقت ديالك، كيفاش تبريباري المواد، كيفاش تستمر الوقت ديالك احسن. دونك اللايف سكيلز كيفاش انك تطور من التواصل ديالك، كيفاش تطور من مهارات اللي تخليك تعيش بشكل افضل وتعرف تكون ثقة في النفس، انسي دو سويت. سيفيك سكيلز اللي عندها علاقة بالمهارات المواطنة، يعني خصك تمشي للجمعيات، دير مبادرات، دير البينوفول، التطوع في مجالات. ثم البروفيسيونال سكيلز اللي عنده علاقة بالخدمة، الجانب المهني. إذا هما تزادونا 8 لي موديول زائد 4 في اللغة. شحال من موديول كاين هنايا؟ كاين 12 موديول. قلنا شحال عندنا من موديول في المجموع؟ كانت دونك عندنا 48. شحال داكشي اللي بقى كيتقسم ما بين جوج؟ كيتقسم ما بين لا ديسيبلين، هادو اللي فيهم دي، يعني فغيلمون بحال مثلا انت داير مات راك غتقرا هنا الجبر الاناليز، داير ايكونومي راك غتقرا فيه مثلا الكونطا الميكرو الماكرو بحال هكا. يعني هاد لي موديول اللي فيهم دي، يعني مازال لحد الان ما صدروش لي فاكولتي، يعني او لا مازال ما خديتش معلومه كامله على لي فاكولتي واش صدروا بعد التنظيمات، ولكن على العموم هذا هو الشكل العام ديال الباشلر. ديال ليكونومي راه غتلقى واحد ربعات المواد في العام الاول اللي عندهم علاقه بالايكونومي، عكس مثلا في النظام القديم كنت كي تدخل العام الاول سيرتو اللي كنتي جاي من شي شعب اخرى كتلقى قدامك تقريبا 12 موديول ما كتعرفش عليهم والو، يعني 6 في الاس 1 و6 في الاس 2 انت جداد عليك وخصك تعلمهم وخصك تمشي وتمشي مع لوغيتم. هنا نقصوا شويه لوغيتم في العام الاول، في العام الثاني تيوليو عندك 6، في العام الثالث تيوليو عندك 8، في العام الاخر كيوليو عندك 10 ديال لي موديول بما فيهم بي اف او، وديما عندك لي سوفت سكيلز راك خدام عليهم. اذا هذا هو المساله الاولى اللي خصنا نكونوا عارفينها. بالنسبه لهاد دي كاينين فيهم جوج، كاينه اوفرتور جينيرال واوفرتور ديال سبيسياليزاسيون. الاوفرتور جينيرال بانه كيقول لك غادي تقرا واحد الموديول اللي ما عندوش علاقه بالضروره بهذاك الشيء اللي انت كتقرا، يعني مثلا انت تقرا المات ما غاتسوي واحد الموديول اللي ماشي 100% عنده علاقه بالمات في العام الاول، وواحد من هذوك جوج عندك جوج لي موديول هما لاحظت واحد في الاس او واحد في الاس دو ضروري واحد فيهم يتقرا بالعربيه باش هكا الطالب ما يكونش عنده مشكل. بطبيعه الحال غيتقرا بالعربيه بالنسبه للناس اللي كيهضروا بالعربيه، الناس اللي ما كيهضروش بالعربيه ما غيتقراش لهم. اذا لي لونغ اترونجير نرجعو ليهم حتى هما، دابا هضرنا على لي لونغ شنو هما كيفاش غادي يمكن عندنا. كاين معلومات اللي خصنا نكون عارفينهم. اولا النظام ديالهم غيكون ايبريد. شنو هو ايبريد؟ تسمع في الطوموبيلات وفي هذا. دونك ايبريد في الاول غادي يكون عندك غتقرا اما حضوري، يعني ايبريد يعني مختلط، شي حاجه اللي يكون فيها مجموعه المعطيات. غيكون عندك فيها حصص حضوريه، حصص عن بعد، وفيها لوتو فورماسيون، يعني داكشي اللي انت غتقرا. دو ميم كي تيدخل الطالب الكليه كيدير ان تيست دو بوزيسيونمون، بحال كيف تيكون في مراكز اللغه فاش تمشي تبي تقرا اللغه كيدير لك ان تيست باش تعرف واش من كلاس غيحطوك. نفس المساله هنا غيدير لك ان تيست دو بوزيسيونمون. وهنا واحد الحاجه اللي خصنا نردو لها البال، ضروري باش تحصل على الباشلر ديالك ما بقاش مقبول انه تاخذ الباشلر وما عندكش مستوى في اللغه، وهذا مشكل كنعرفوه بان بل المهم هذا موضوع اخر، ولكن كنلقاو ناس اللي مثلا عندهم اجازه في الفرنسيه ولا يوجد تحدث بالفرنسي. اذا دابا ضروري باش انت تحصل على الباشلور في اي تخصص كان كما كان، سواء في الفرنسي ولا لا، انك يكون عندك النيفو بي، لان حنا تنوجدو ناس يخدموا وكاين مشكل في الشغل. دونك المشكل ان بعدا اول مشكل مطروح هو ديال اللغه. اذا حنا فهمنا ثلاثه الحوايج هنا اساسيين في اللغات، انه في الاول غيكون ايبريد، شي حاجه غتقراها بوحدك، شي حاجه غتقراها عن بعد في دي سيت ولا دي كونفيرونس مع الاساتذه عن بعد، وشي حاجه يمكن تكون حضوريه. اذا السوفت سكيلز، اذا السوفت سكيلز خصنا نعرفوا جوج الحوايج باش تخدم. باش تخدم انت مطالب بجوج الحوايج، الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. الهارد سكيلز هما لي كومبيتونس تكنيك. مثلا انت بتخدم كمثال استاذ، ناخذ استاذ كمثال، يعني مثلا استاذ ديال الاجتماعيات، فاولا خصك تكون متمكن من الماده، فاهم الاجتماعيات، حافظ التاريخ، حافظ فاهم الجغرافيا، عرفت قد لي تكنيك ديال الماده. هذا من جانب الهارد سكيلز. في
تخيل معايا، تخيل معايا بانك ما كتعرفش تواصل مع التلميذ، ما عرفتيش لا بيداغوجي، ما عرفتيش هذا، فما عندكش لي سوفت سكيلز اللي هما كافيين. بغيت تخدم مثلا كونطابل في شي بلاصه، بطبيعه الحال تكون عارف لا كونطابيلتي، ولكن خصك تكون عارف كيفاش انك تتعامل مع دوك الناس اللي خدامين معاك، كيفاش تتعامل مع السوبيريور ديالك، كيفاش تتعامل مع لي كليون. دونك كاين بزاف ديال المعطيات. اذا كاين عندنا الهارد سكيلز اللي هو عنده علاقه بالتخصص ديالك، اذا خصنا انا هاد السيد يكون متمكن من التخصص ديالو. هاد السيد راه تيقرا ليكونومي، راه خصو يكون معلم ليكونومي. ولكن اش اللي تزاد في الباشلور بواحد النسبه كبيره على لا ليسونس، هو ان الشخص خصو يولي عنده سوفت سكيلز. بحالاش يكون تيدير لا كومونيكاسيون، يكون عنده ليدرشيب، القياده، الابداع، لا كرياتيفيتي، ليسبري دينيسياتيف، ليسبري ديكيب، يعني المبادره، روح الجماعه. اذا كيفاش غادي ياخذ هاد لي سوفت سكيلز؟ سبقنا هضرنا عليها في الاول. في العام الاول غادي يكون عنده ستادي سكيلز، بمعنى الدراسه، غادي يكون عنده لاكومبانيومون. كيفاش انا هاد السيد راه كان تيقرا في الليسي في نظام ودوزناه لنظام جديد اللي باقي يلا، دونك خصنا نعلموه كيفاش يدير لا ميثود ترافاي يونيفرسيتير ولا جيستيون دو تون. بعض الاساتذه يعني جزاهم الله خيرا كانوا فريمون كيديروا سيرتو في الاساتذه اللي يعني قبل كاع ما يجي الباشلور كانوا كيديروا نسب من هاد الامور سوفت سكيلز بحصص او بحوث كانوا تيعطيهم الطلبه ديالهم. كي لايف سكيلز يعني كونيسونس دو سوا، دونك تعرف ذاتك، ليدرشيب، ليسبري كريتيك، ترافاي اون ايكيب، دونك تيولي السيد كيفاش يعيش في الحياه ديالو. تروازيام اني غيقرا روح المواطنه، ليسبري سيتوانيتي والتضامن، لا سوليداريتي، ونهضروا على مجموعه ديال المعطيات، ويعرف الديفلوبمون هيومان في المغرب وهذا. دونك غادي سيفيك سكيلز. عاد في الاخر كنهضروا على ان الشخص غيولي بروفي، صافي راه كملنا، غنخرجوا للخدمه، غادي او لا غيدير الخدمه ديالو. دونك خصو يولي يعرف المارشي دو طرافاي، يعرف يدير البيلون دو بروجي بروفيسيونيل، بريباراسيون لا كونديداتور، باش ما يبقاش عندنا داك المشكل ديال المعطى اللي هضرنا عليه قبل. واحد الحاجه مهمه اكثر هو انه ما يسمى بالكريدي دو كابيتاليزاسيون. الناس اللي خرجوا على برا كيعرفوا هذه المساله بشكل واضح، انه ملي كتمشي كيقول لك شحال عندك في الكريدي ديالك. شنو هو الكريدي؟ يعني اي ديبلوم تتبغي تقيد فيه كيقول لك باش نعرفك فين غتكمل معانا، شحال جمعتي لك كريدي. وكان صراحه الطلبه المغاربه كيلقاو مشكل، خصو يمشي يجمع هادي ويجمع هادي ويجمع هادي ديال المعادله، دونك واحد الوقت كتير كيضيع، ويقدر انه يضيع عليه بعض المهارات اللي عنده، ويمشي ويعاود يقرا ماده اللي هو ديجا قاريها. دونك هنا كاينين لي كريدي، كاين واحد السيستم الكريدي المعتمد في العالم كامل تيتسمى الكريدي كابيتاليزاسيون. باش دونك باش تفهموا، دونك لي موديل ديسيبلينير فهمنا هما شنو هما، هما لي موديل عندهم علاقه بالتخصص ديالك، كيعطوك 6 نقط. لي موديل ديال لي لونغ اترونجير كيعطوك حتى هما 6 نقط، 6 كريدي. دو دير لي موديل دو فيرتور اللي قلنا مواد لي، باش تفهموا هاد لي موديل دو فيرتور يعني مواد اللي انت كتقرا فيهم. مثلا انت دير ليكون دير المات، كتقرا فيهم كيفاش يمكن تستعمل المات في مجالات اخرى ولا هذا. دونك كيعطيوك 3 كريدي، سوفت سكيلز كيعطيوك 3 كريدي، ولي موديول انكادري 3 كريدي. يعني مثلا اذا رجعنا للشكل الاول، مثلا هنا هادو ديسيبلينير، يعني نشوفوا الاس ان شحال فيها من كريدي، غتلقى واش قلنا ديسيبلينير فيهم 6. اذا هنا غيجمع 6 و 6 12، لي لونغ فيهم تا هما 6، 6 و 6 12، دونك شحال جمع؟ 24. هادي 3 وهادي 3، دونك عطات 30. يعني كل دورة فكيجمع فيها ليتيديون تيجمع فيها 30 كريدي. عندنا 8 دورة، دونك خصو يجمع 240. باش ياخد الباشور خصو يكون عنده 240، زائد انه كي قلنا في اللغة خصو يكون عنده نيفو B2. حاجة أخرى، أنك يمكن تزيد هاد الكريدي ديالك بزاف الطرق، تمشي دير شي توتورات، تمشي تأثر شي ناس، دير شي انوفاسيون بيداغوجيك، تقاد اون برودكسيون ديال لي سيبور نيميريك انوفون. اذا هنا يمكن الطالب يزيد فوق من هذيك 240، يزيد 12 كريدي سوبليمونتير اضافيه، باش هكا تيولي عنده نقط اكثر، او يعوض بعض لي موديول اللي ما جابهمش. كاين حاجه اخرى مهمه في الباشلور، هو انك ما تتخرجش فقط بالباشلور، تخرج بواحد الحاجه اخرى سميتها الباسبور دو سيرتيفيكاسيون. يعني بالاضافه للباشلور، كتشد الباشلور تعطيوك شهاده اخرى سميتها الباسبور دو سيرتيفيكاسيون. اش كيكون فيها؟ تكون عندك شواهد على السوفت سكيلز اللي قريتي، شواهد على لي لونغ اللي قريتي، هادو تيكونوا الفوندامونتال. كيكونش كي ريكوموندي انك تدير سيرتيفيكاسيون دو ميتي، شي حاجه تكون في الكونطا، في دي كالكول، في الجيستيون. هذا عندك في الاوبيراسيونيل او الاوبسيونيل، انك تمشي للبي ام بي، مهمه بزاف هادي ديال جيستيون دو بروجي، ولا شي حاجه في سيسكو، ولا يعني كاينين بزاف ليكا.
دونك فريمون غادي تولي خارج داك، لان المشكل اللي كاين دابا راه وهاد الملاحظه كنا كنقولوها بزاف لي ستوديو معنا في لي كور، وهو ديال راه غادي تخرجوا كلكم في الاخر بهاد لو ديبلوم، عندي 30 طالب كيقراو واحد التخصص مثلا جون سي با مثلا تكنيسيان اون جيستيون دونتربريز، ولا كيقرا في دوغ، ولا كيقرا في ليسونس بروفيسيونيل، كلكم غتخرجوا بهاد لو ديبلوم، ولكن بطبيعه الحال ملي غتدفعوا الخدمه راه كاين اللي كيميز بيناتكم. اول حاجه كنا كتطيح في بالنا هي هاد المساله لي لونغ، شنو هما لي سيرتيفيكا اللي خديتي خارج داك الدبلوم ديالك. عندي جوج ناس عندهم بجوج باك بلس 3، ولا بجوج عندهم باك بلس 4، ولا بجوج عندهم باشلر، كل عنده بلوس دو سيرتيفيكا، راه هو اللي عنده بلوس دو شوا. شكون اللي قنعني اكثر في لونتروتيان راه هو اللي عنده بلوس دو شوا. ثم عندنا سيت ان سوبليمون ديال لو ديبلوم، كيتعطاك واحد لو سوبليمون اللي فيه اش كاع لي موديول اللي انت درتي لهم فاليداسيون، باش هكا ملي كتمشي ما كتلقاش داك المشكل ديال جيب لنا هاد الورقه وهذا، كيتعطاك لو ديبلوم، كيتعطاك الباسبور دو سيرتيفيكاسيون كاع لي سيرتيفيكا اللي خديتي، وكيتعطاك واحد لو سوبليمون مع لو ديبلوم مهم بزاف فيه كاع لي موديول اللي قريتي بروجي مكادري، باش ملي تيطلبو منك ماشي غتمشي ترجع تاني لافاك وعافاك وما تعاوني هذا، ديك الساعه كاين عندك كاع داكشي اللي قريتي باش الا بغيتي تكمل في شي بلاصه اخرى ما كتلقاش مشكل. انا قلنا من الاهداف في الباشلر هو يعطيك بلوس دو موبيليتي. ثم كاين واحد الحاجه مهمه، انه خصك دوز 30 ساعه في سكون ابيل لو ستاج سوسيال، واللي هو اوبليغاتوار، هذا غيكون في العام الثالث، يعني خصك تكون تمشي كي قلنا تخدم مع شي جمعيه، دير شي بينفول، يعني تكون تخدم شي حاجه اللي هي تنفع المجتمع، تمشي تعاون الناس في المحاربات الاميه، دير شي انيماسيون، لان كاينين الدراري اللي شد ليسونس ديالو ما كيعرفش اش واقع خارج اسوار المدرسه والافاق، كاينين هاد الحالات بزاف، وماشي زعما نقولوا بانهم ديفينيون ولا ناس اللي ما بقاش كيدير، هو باش يقرا ويشد هذيك لا ليسونس ما عمر لي موديول، دونك يلاه حد قدر انه ياخذو. اذا هاد لو ستاج يكون خصك 30 ساعه تمشي دوزها في ستاج اوبليغاتوار، وخصك تكتب لك هاد اذا كخلاصه اشنو هما الامور اللي كاين. غيكون عندنا سنه تاسيسيه في العام الاول، خصك تولي عندك اللغات الاجنبيه، تولي الكفايات الحياتيه اللي هضرنا عليهم لي سوفت سكيلز، يولي عندك واحد النظام التوجيه نشيط، يعني كتي تغير على حسب المتطلبات العمل ديالك، خصنا لوتونومي ديال الطالب يعني العمل الشخصي، يولي عندنا تعرف حوايج اخرين، انا متخصص في الماط ولكن ما فيها بس تنعرف حوايج اخرين، تنعرف شويه في ليكونومي، نعرف ديجا ملي كنهضروا على دي بزاف لي ديسيبلين ناس الماط تيعرفوه ولكن ما تيعرفوش فاش كيتطبق، كيتلقى الليسونسي في الماط ولكن فريمون ما عمرو ما عرف فاش يستعملوا لي سويت، فاش كيتستعملوا لي زانتيغرال، فاش كيتستعملوا مثلا لي ديريفي، ويقدر تعرف الدري اللي كيقرا ليكونومي فاهم شنو هما لي ديريفي، يعني فاهم مزيان شنو هو المعنى ديال لا ديريف. ثم داك الملحق البكالوريوس اللي كيخلي لك واحد المعطى مهم، ثم معطى مهم على اش قريتي، ثم داك اللي قلنا لو سيستيم دو لي كريدي ديال اللي كيعطيك ارصده قياسيه اللي كتخدم بها. ثم حاجه اخرى مهمه خصنا نكونوا عارفينها نسيت ما هضرتش عليها قبل، هو ان كانت قبل الدوره الاستدراكيه الراتراباج كيتدار في الاس 1 وكيتدار في الاس 2، دابا الراتراباج ما باقيش غيدير لك راتراباج الاس 1 وراتراباج الاس 2، كانت يكون واحد الارهاق كبير للطالب، هو دوز السيسيون نورمال دوز راتراباج ديالها ودوز السيسيون نورمال تاني، لا كاين راتراباج واحد في الاخر تاع العام، دوك لي مونتي اللي ما جفيش سوا في الاس 1 سوا في الاس 2 كتدوز فيهم راتراباج مره، وهكا لا لا فاك لا كلشي كيولي عندنا راتراباج واحد في العام بلاصه جوج ديال لي راتراباج. الطالب كذلك تيمكن ليه انه يزيد بعد الارصده القياسيه كل سنه على الاقل يكونوا ثلاثه، وتيمكن الطالب انه يدير داك البروجي دو فان ديتود، يا اما كي قلنا بروجي او لا يدير مشروع احداث مقاوله ولا يدير شي دراسه تحليليه ولا يدير ستاج، دو ميم انه يمكن للطالب انه يحصل على البكالوريوس الا بغى مده اقل من 4 سنوات. تخيلوا معايا طالب جاي عنده لي لونك دوزهم قاريهم قبل، عنده لي سيرتيفيكات ديالو قاري لي سوفت سكيلز قبل ما نعرف ليهم، دونك هكا راه غيربح مجموعه. تخيل واحد الطالب ان هاد لي سوفت سكيلز ولي لونك عنده كاملين، الا جينا نحسبوا شحال من موديل كاين في السوفت سكيلز ولي لونك راه غنلقاو عندنا 14 موديل ما بين السوفت سكيلز واش ولي لونك. اذا الا كان طالب
قاري 14 موديول، 14 موديول راه 12 موديول هي عام. اذا غير المطالب راه كمل عام جاي ربحو، اذا يقدر يقرا في 3 سنين. ثم كاين جانب اخر مهم، وهذا الجانب الرقمنه، يعني كومون بو دير لو سيستيم انفورماتيك. يعني انا بيولي عندنا ما بقاش شي حاجه غير المدابات تدار بلا سيستيم انفورماتيك، وغيولي عندما يسمى بالتعليم عن بعد بيولي اعتماد، غيولي نظام تكويني قائم بذاته. يعني جا فترة كورونا كحل بديل، ولكن فريمون دابا غيولي نظام حقيقي. ثم واحد الحاجة مهمة، وهادي ناقشتها بزاف ديال المتخصصين في عدة مجالات، عندنا الناس في الانفورماتيك هما تيفهمو الكودينغ، هما تيديرو الكوداج، هما تيقدو لي ديزابليكاسيون. وعندنا الناس ديال لا سبيسياليزاسيون. مثلا هضرت مع ناس بزاف لي دومين، هضرت مع ناس في الكونتابيليتي، مع ناس في لا جيولوجي، مع مجموعة الناس. المشكل اللي كنلقاو هو انه كيكون عندهم افكار، وهذاك المهندس اللي في هذاك التخصص او ذاك الاكسبير في الكونتابيليتي كيجيب افكار باش انه يخرج شي ابليكاسيون جديده، كيعطيها من ذاك المهندس ديال المعلوميات. مهندس المعلوميات بطبيعه الحال حنا كنهضروا علاش خصك تكون عندك انوفيرتور، ما عندوش واحد الدرايه كبيره باش مثلا المهندس ديال المعلوميات ما عندوش درايه بالكونتابيليتي او لا بالجيولوجي، وهذاك الشخص اللي في لاجيولوجي ما عندوش حتى علاش لانفورماتيك، دونك ما كاينش واحد لو ليان كبير بيناتهم. اذا هنا تيقول لك بان خصنا نقراو كل شيء الكودينغ، كل شخص يتعلم الكودينغ باش ما تجيش شي فكره ويبيع ردة رقميه، على الاقل عنده لي باز، على الاقل عارف كيفاش شي حتى ماشي كاع يقاد كاع ديك لابليكاسيون، ولكن كومام يعرف كيفاش كيتواصل مع داك الانجينيور، يعرف كيفاش يوجهو، يهضر معاه لو ميم لونغاج، لانك كتعتبره من مهن المستقبل. وسوق الشغل راه ولا كبير، وكاين ان مارشي اللي هو مهم في هذا الدومين، وكاين الناس اللي كياخذوا ارباح اللي هي مهم. اذا كخلاصه، اذا كاع داكشي اللي كان في الاجازه راه تم المحافظه عليه. اولا لا كومبونساسيون، ثانيا اعاده التوجيه، دونك ان الطالب يمكن يعاود يبدل الشعبه ديالو، اعاده التسجيل في الموديل اللي ما جبتيش فيه 10 بعد ما شفت شي كومبونساسيون ما خدمتش. ثم الراتراباج ما بقاش في كل دوره، كيولي في الدوره الاخرى. وباش تفهموا الراتراباج في لافاك هذه مهمه، انه ملي كتكون عندك مثلا جبتي في شي ماده لا قدر الله 8، دوزتي الراتراباج جبتي فيه 6، كتبقى لك 8، دونك هادشي كله هو غيبقى. ثم الناس اللي تيقراو في الاجازه، واش غادي نشدو من دوزو من الغش ولا كيكمل الاجازه؟ بل اكثر من ذلك، هاد السنه كاين الناس اللي غيتقيدوا في الاجازه، وكاين الناس اللي غيتقيدوا في الباشلر. اذا تنشكركم على هاد اذا كنشكركم على المتابعه ديالكم، والى فرصه قادمه ان شاء الله. Thank you.